على بقايا جدران مهدمة في مدينة بنشبري في إدلب الشرقي، رسم عزيز أسمر صورة هذا الرجل الأربعيني الذي أشعل مقتله نيران العالم. مظلومية فلويد أيقظت عند عزيز سيناريو ربما كان مكروراً في شوارع بلده، إذ إن مشهد الركبة فوق الرقبة كان أقل وطأة من مشهد حذاء عسكري فوق رؤوس أبرياء كثر. رسمنا اليوم على جدار دمر طيران الأسد في مدينة إدلب في بنش جداري عن جورج يلي قتل خنقا تحت رجل الشرطة. طبعا احنا هذا الشيء ذكرنا بالأطفال يلي والمدنيين اللي قتلوا خنقا بالكيماوي في دمشق وخان شيخون. طبعا احنا رسمنا على جدار دمر الطيران لنوصي رسالة للعالم انه نحن انسانيين رغم تخاذل العالم كله ورغم تعميع عن قتلنا وإجرام بشار الأسد. على مر عقود طويلة تعرض فيها الأمريكيون من أصول إفريقية لانتهاكات مبرحة زادت من احتقان الشارع الأمريكي والعالمي ربما. وبعد تولي عدة رؤساء منصب الرئاسة في الولايات المتحدة يبدو أن اسم البيت الأبيض بات له من اسمه الكثير، حيث تم تغيير اسمه من بيت الرئاسة إلى البيت الأبيض عام 1901 ولم يتغير حتى اللحظة. سيناريوهات كثيرة تدور اليوم حول أسباب ما يحصل في الولايات المتحدة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر، لكن تضامن أهلنا في إدلب ولو عبر رسوم جدارية ضد هذه الحادثة العنصرية والمظاهرات التي اندلعت في أعقابها في عدة أماكن حول العالم يؤكد أن معاني الإنسانية عابرة للحدود والبلدان.